الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تتمنى لكم رمضان كريم واشترافقكم مدة هذا الشهر الفضيل بتقديم نصائح طبية للأمراض المصابين بأمراض القلب والشرايين. وهنا نأكدوا من البداية على ضرورة الرجوع دائما للطبيب المباشر. بالنسبة للمرضى اللي عندهم ارتفاعات في ضغط الدم ولا المرضى اللي عندهم ارتفاع ضغط دم غير مستقر غير متوازن ويستحقوا عدد كبير من الأدوية، ولا المرضى اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم بيوصل لتعكرات كيما قصور القلب الحاد ولا قصور الكلى الحاد ولا قصور جلطات دماغية ولا قلبية، هذوما ممنوع عليهم الصيام. بالنسبة للمرضى اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم متوازن ومواظبين على الدواء يمكن لهم الصيام، لكن بشرط دائما أكد على الرجوع للطبيب المباشر، ويمكنهم زاد الصيام إذا اتبعوا النصائح التالية. صحتنا الأولى نبدأ الإفطار بشرب كاس ماء ولا كاس عصير طازج ولا كاس من الحليب باش نتجنبوا النقص في السوائل. هنا نحب نأكد اللي الحليب غني بالكالسيوم والكالسيوم عنصر أساسي لتوازن ضغط الدم، ونأكد على حاجة أخرى نبتعدوا على المشروبات الغازية اللي فيها كمية كبيرة من الفوسفور اللي يتسبب في نقص كبير في السوائل وفي الكالسيوم للجسم، وبالتالي يجب يتسبب في ارتفاع الحالة ضغط الدم. لصحتنا الثانية نتجنب إضافة الملح في الطعام واستهلاك المخلات والزيتون المالح والأطعمة المصنعة والمعلبة، ونجم نعوض الملح بخليط من عصير القارص ومن الخل. نصيحتنا الثالثة عدم الإفراط في الطعام، خاطر تجم تجهد القلب تجم تتسبب في ذبحات صدرية. لازم نبتعدوا على الأطعمة الدسمة والأطعمة المقلية كيما البريك، ونعوضوها بأطعمة مطبوخة في الفرن. ننصحوكم بالإكثار من الخضروات والفواكه اللي هي غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، وتستهلكوا اللحوم البيضاء، الأسماك خاصة الزرقاء منها الغنية بالأوميغا 3، ويستحب استهلاك زيت الزيتون للمحافظة على الكوليسترول الجيد في الدم. نصيحتنا الرابعة، شهر رمضان الفضيل يمثل فرصة كبيرة للمدخنين للإقلاع على التدخين، يتعرفوه مسبب في ارتفاع ضغط الدم. وهنا ننصحوكم باش تبتعدوا خاصة على السيجارة الأولى على الخوا جوست بعد الإفطار، على خاطرها تجم تتسبب في ذبحات صدرية حادة وذبحات دماغية حادة. نأكدوا على ضرورة الإقلال من استهلاك الشاي والقهوة اللي هما غنيين بالكافيين اللي متسبب فقدان كمية كبيرة من السوائل والكالسيوم اللي هما ضروريين لتوازن ضغط الدم. صحتنا الخامسة، توزيع الأدوية ما بين الإفطار والسحور. وهنا نأكد ديما على ضرورة الرجوع للطبيب المباشر. عادة تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم يكون في السحور، لكن بالنسبة للأدوية المدرة للبول ننصح المرضى باش يتناولوها في جوست بعد الإفطار تجنبا للجفاف والعطش طيلة اليوم. وهنا نحب نأكد على حاجة مهمة، ضرورة استهلاك الماء ما بين الإفطار والسحور باش نتجنبوا العطش والجفاف طيلة اليوم، لكن باش نحافظوا على سيولة الدم وباش نتجنبوا تخثر الدم اللي يجم يكون متسبب في ذبحات وجلطات قلبية ودماغية. ونختموا بصحتنا السادسة، ضرورة الرجوع للطبيب المباشر وقياس ضغط الدم في حالة حدوث الأعراض التالية: تعب شديد وإرهاق شديد، دوخة، فقدان الوعي، أوجاع في الرأس، طنين الأذني، احمرار في الوجه، تسارع دقات القلب، ضيق في التنفس، أوجاع في الصدر. مع تمنيات الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين بصيام مقبول، وكل عام وأنتم بألف خير وألف صحة.